أنا سهيل الصالح من سوريا، من محافظة إدلب، من مدينة خان شيخون. نحن نازحين لجبل الزاوية، قطيعة اسمها النقارة. طبعا نزحنا لسبب القصف في الهجمات الشرسة. أنا مريض بمرض داء الفقاعة الجلد الوراثي. أنا بسبب هذا المرض التصاق في أصابع اليدين والقدمين، كنت أنشري من قبل الحمد لله، ولكن ظهر المرض في الركب فأصفت الطيارة وتصاوبت أختي. فأنا لما شفتها عملت هيك، فصار التصاق في الركب وخفت كثير. من وقتها أقدر أمشي، ونحن هوني ما في علاج لهذا المرض. هو علاجه في الدول الأوروبية، وفي له تحاليل كمان ما موجودة بسوريا بسبب القصف على المراكز الطبية والمشافي. ما ضر عنا كوادر للعلاج أبدا. أنا اسمي أحمد السفر، من سوريا، محافظة إدلب، مدينة خان شيخون. مصاب بمرض داء الفقاع، وله اسم تاني مرض انحلال بشرة فقاعي. أنا عمري 18 سنة. طبعا من 7 سنوات بلش يتفاقم مع المرض، لوصل بالتصاق الأصابع واليدين وأصابع القدمين. هاشم وصهيب من نفس العائلة تقريبا. المرض اللي أصابهم هو عبارة عن مرض وراثي نتيجة زواج الأقارب. المرض ظهر منذ الولادة، كان عبارة عن فقاعات جلدية بسيطة وكدمات جلدية، فيما تطور فيما بعد في مرحلة 8 سنوات 9 سنوات وصل إلى التصاق الأصابع القدمين واليدين. حاولنا جاهدين معالجتهم خلال بين دمشق وحلب. بسبب سوء الأوضاع في سوريا والحرب السورية القائمة في بلادنا ونقص الكوادر الطبية والمواد الطبية، اقتصر العلاج على المواد الأولية عبارة عن كريمات وبوفيدون ومراهم للحفاظ على ما تبقى من صحة الجسد. صهيب وهاشم بجدارة استحقوا الشهادة الإعدادية، وهم مقبلين إن شاء الله في السنة القادمة على الشهادة الثانوية. عايشين حياتهم بشكل طبيعي. الدور اللي بيلعبوني الأهل اللي لحد الآن عم يزرعوا فيه الأمل وإنه المستقبل ما زال أمامكم، طبعا عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي والفيديوهات. كبر الأمل عندهم إنه ممكن بالأيام إن شاء الله إذا صح لهم علاج برا سوريا إنه يتابعوا حياتهم بشكل طبيعي، وهذا حقهم وحق أي طفل، وخاصة بالحياة والأمل الموجود عندهم. طبعا من سنتين قدمت 9 الشهادة الإعدادية، وطبعا السنة الجاي بإذن الله ناوي أقدم الشهادة الثانوية. الحمد لله أنا مو مؤثر علي هذا أبدا، بس بطلب العلاج لحتى يتحسن وضعي. أنا بتمنى بالحياة، طبعا كل واحد مثل مريض يمكن يتمنى أنه يشفى. أنا أول شيء بتمنى أنه الله يشفي علينا ويخلصنا من كل ظالم، وأولهم بشار وبوتين اللعين. حتى نار الجنة، حتى نار.